بسم الله الرحمن الرحيم. المكتبة الصوتية لمعالي الشيخ الدكتور صالح بن فوزان الفوزان. شرح كتاب عمدة الأحكام للحافظ عبد الغني المقدسي رحمه الله. الدرس 63. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، اللهم صل وسلم على نبينا محمد وعلى آله وصحبه أجمعين. قال المصنف رحمه الله تعالى: وعن سهل بن سعد رضي الله تعالى عنه أن رسول الله صلى الله عليه وسلم قال: رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما عليها، وموضع صوت أحدكم من الجنة خير من الدنيا وما عليها، والروحة يروحها العبد في سبيل الله أو الغدوة خير من الدنيا وما عليها. نعم نعم. اللي بعده. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: انتدب الله ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، صلى الله وسلم على نبينا محمد وعلى آله وأصحابه أجمعين. في هذين الحديثين الحث على الجهاد في سبيل الله عز وجل، وبيان ما فيه من الأجر العظيم الذي القليل من هذا الأجر لا تعادله الدنيا بكمالها من أولها إلى آخرها، القليل، فكيف بالكثير من الأجر؟ فهذا دليل على فضل الجهاد في سبيل الله. وما كل من قاتل يكون مجاهدا في سبيل الله، لا بد من ضوابط للجهاد في سبيل الله. أولا، أن يكون الجهاد تحت راية وقيادة مسلمة، لأنه من صلاحيات ولي الأمر. فإذا جند الجنود وعقد الرايات فإنه حينئذ يكون هذا من الجهاد في سبيل الله تحت راية مسلمة يعقدها ولي أمر المسلمين، لا أن كل واحد يأخذ سلاحه ويقتل من غير ضوابط، أو يأخذ قنابله ويفجر. هذا تخريب وليس جهادا، وهذا يجر شرا على المسلمين ولا يجر عليهم خيرا أبدا. وهذا يتخذه الأعداء حجة على الإسلام، أن الإسلام دين سفك دماء وفوضى، وأنه إرهابي، وأنه فكم جرت تصرفات بعض الجهال والمخدوعين والمغرر بهم، كم جرت هذه الأمور عليهم وعلى المسلمين من شرور لا يزال المسلمون يعانون منها، والكفار يتفكهون في ذلك على أن الإسلام دين دموي ودين تخريب، فيجب التفطن لهذا. هذا واحد. الثاني، أن يخلص المجاهد في سبيل الله، أن يخلص النية لله، ولا يكون قصده إظهار الشجاعة أو قصده الحمية أو قصده المال، فتكون نيته لإعلاء كلمة الله. سئل النبي صلى الله عليه وسلم عن الرجل يقاتل شجاعة ويقاتل حمية ويقاتل من أجل المغنم، أي ذلك في سبيل الله؟ قال صلى الله عليه وسلم: من قاتل لتكون كلمة الله هي العليا فهو في سبيل الله. إذا صلحت نيته وقصده لإعلاء كلمة الله لا لشيء آخر، فهذا في سبيل الله عز وجل. وهذا الحديث الأول فيه أن رباط يوم في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. الرباط هو ملازمة الحدود التي بين المسلمين وبين أعدائهم، فيقيم في
حد البلاد أو حد المملكة لأجل أن يمنع تسلل العدو إلى داخل المملكة أو إلى داخل البلد بلاد المسلمين، فهو بمثابة الحارس للمسلمين وبلادهم من أن يتسلل إليهم الأعداء، فهذا فيه فضل عظيم، الرباط في سبيل الله والمرابطة والمصابرة فيها فضل عظيم. وجاء أن المرابط في سبيل الله إذا مات في الرباط أنه يجري عليه أجره إلى يوم القيامة، يجري عليه أجره إلى يوم القيامة وهو ميت. والرباط ليس لوقته حد، يرابط طويلا أو قصيرا، وكل ما طالت المدة فهو أفضل، كل ما طالت المدة فهو أفضل لما يترتب على المرابطة من حماية بلاد المسلمين ومنع العدو من الهجوم على المسلمين. ويدخل في ذلك الذين يرابطون في الحدود من أن يتسلل إلى بلاد المسلمين أسلحة أو يتسلل إليها مخدرات، فإن هذا يدخل في الرباط، لأن هذا من الجهاد في سبيل الله، لأنه لمنع العدو من أن يتسلل بما يضر المسلمين. ورباط يوم واحد خير من الدنيا وما فيها، الدنيا من أولها إلى آخرها لا تساوي رباط يوم في سبيل الله، فدل على عظم أجر المرابطة في سبيل الله ولو قلت المدة، فما بالك إذا كثرت، ما بالك إذا مات في الرباط ودفن، فإنه يستمر عمله وأجره إلى يوم القيامة. الثانية أن موضع السوط من الجنة، موضع سوط المجاهد، والسوط هو العصا، السوط هو العصا، موضع السوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، موضع السوط، والسوط معروف أنه ما يأخذ مساحة، فموضع السوط من الجنة خير من الدنيا وما فيها، فدل على أن الجنة، أن الجنة لا يتصورها الإنسان وما فيها مما أعد الله فيها. قال تعالى: فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين جزاء بما كانوا يعملون. الله جل وعلا ذكر أنواعا مما في الجنة للترغيب فيها، ذكر أنواعا مما في الجنة من النخيل والأعناب والعسل واللبن والخمر لذة للشاربين، وما فيها من الملابس الحرير والديباج ولباسهم فيها حرير، وما فيها من السرور والبهجة لأجل الترغيب فيها، لكنه لم يذكر كل ما في الجنة لأن عقول الناس لا تتحمل هذا، لا تتحمل هذا، فالله أخفى ذلك. فلا تعلم نفس ما أخفي لهم من قرة أعين، قال صلى الله عليه وسلم: إن في الجنة ما لا عين رأت ولا أذن سمعت ولا خطر على قلب بشر. فلا يعلم ما في الجنة إلا الله، والقليل مما في الجنة، موضع السوط مما في الجنة يعادل الدنيا وما فيها، فما بالك بالذي يتبوأ من الجنة منازل ويتبوأ منها قصورا وأنهارا ويتبوأ منها مكانا فسيحا لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى. والله جل وعلا يقول: وفرحوا بالحياة الدنيا وما الحياة الدنيا في الآخرة إلا متاع. ويقول جل وعلا: قل متاع الدنيا قليل والآخرة خير لمن اتقى ولا تظلمون فتيلا. فهذا فيه بيان فضل الجهاد، وأن موضع صوت المجاهد أفضل من الدنيا وخير من الدنيا وما فيها، وفيه بيان أن الجنة عظيمة لا تحيط بها العقول، وفيه حقارة الدنيا،
في الحديث حقارة الدنيا، وأنها لا تساوي أقل القليل مما في الجنة. نعم أكمل. والروحة يروح، والروحة هذه الثالثة، الروحة والغدوة في سبيل الله. الروحة هي الذهاب للجهاد في آخر النهار في الرواح، والغدوة الذهاب للجهاد في سبيل الله في أول النهار. وقد مر بنا أن الرسول صلى الله عليه وسلم كان إذا لم يقاتل في أول النهار يؤجل القتال إلى آخر النهار في الغدو وهو الصباح، والرواح وهو المساء. والغدوة قليلة، زمن قليل، والروحة زمن قليل. إذا أمضى المسلم هذا الوقت القليل في الجهاد في سبيل الله هذا خير من الدنيا وجميع ما فيها، فما بالك بالذي يمضي وقتا طويلا في الجهاد في سبيل الله عز وجل. الحديث الثاني. نعم. انتدب الله. نعم. ولمسلم تضمن الله لمن خرج في سبيله لا يخرجه إلا جهاد في سبيلي وإيمان بي وتصديق برسولي، فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. نعم. وهذا الحديث فيه أن الله انتدب، أن الله سبحانه وتعالى انتدب، يعني ضمن للمجاهد. انتدب، وفي رواية مسلم نعم تضمن الله. نعم تضمن الله، تضمن. انتدب يعني معناها تضمن، فانتدب الله معناها تضمن الله. فالرواية الثانية تفسر الرواية الأولى. وإذا ضمن الله شيئا فإنه مؤمن ولا يخاف عليه، لا يخاف عليه. قال تعالى: إن الله لا يظلم مثقال ذرة وإن تك حسنة يضاعفها ويؤتي من لدنه أجرا عظيما. قال تعالى: إنا لا نضيع أجر من أحسن عملا ولا نضيع أجر المحسنين. الله جل وعلا لا يضيع لديه عمل صالح مهما قل، فإن الله يضاعفه، فإن الله يحفظه ويضاعفه لصاحبه. الذي يخرج للجهاد في سبيل الله بقصد خالص لا يخرجه إلا نية الجهاد في سبيل الله، فهذا فيه إخلاص النية للجهاد في سبيل الله، كما أن النية يجب إخلاصها في جميع الأعمال. قال صلى الله عليه وسلم: إنما الأعمال بالنيات وإنما لكل امرئ ما نوى. فمن كانت هجرته إلى الله ورسوله هجرته إلى الله ورسوله، ومن كانت هجرته لدنيا يصيبها أو امرأة ينكحها فهجرته إلى ما هاجر إليه. الله يعامل العبد بحسب نيته، ولا يخفى على الله نية العبد مهما تظاهر بخلافها، فإن الله يعلمها ويعامله بمقتضى نيته. فهذا فيه وجوب الإخلاص لله في الجهاد وفي غيره. فإذا أخلص المجاهد النية لله عز وجل خرج لإعلاء كلمة الله، فإن الله تكفل له جل وعلا، تكفل وضمن وانتدب. كلها ألفاظ يؤكد بعضها بعضا، مع أن الله جل وعلا صادق الوعد لا يخلف وعده، ولكن هذا من باب الحث والترغيب والتأكيد، من باب الحث والترغيب والتأكيد، أنه من خرج مجاهدا في سبيل الله أن الله تكفل له في أنه إن قتل فإنه له أجر الشهيد في سبيل الله، وإن رجع سالما فله السلامة مع الغنيمة، مع الغنيمة. وهل ليس له أجر؟ بلى له أجر، لكنه ليس كأجر الشهيد، وإلا له أجر الجهاد، له أجر الجهاد، وله أجر، وله ما غنم من المال لتقوى به
على طاعة الله، والله جل وعلا أحل الغنائم لنبينا ولأمته، قال صلى الله عليه وسلم: أحلت لي الغنائم لم تحل لأحد قبلي. كانت الغنائم في الأمم السابقة تجمع ثم تنزل نار من السماء فتحرقها، ولكن الله تفضل على هذه الأمة فأباح لها الغنائم. قال تعالى: فكلوا مما غنمتم حلالا طيبا. فأطيب المكاسب، أطيب المكاسب المغانم في سبيل الله عز وجل، لأنها ناتجة عن الجهاد في سبيل الله وعن إغاظة أعداء الله وتقوية الإسلام والمسلمين. نعم. فهو علي ضامن أن أدخله الجنة أو أرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه نائلا ما نال من أجر أو غنيمة. أن أدخله الجنة، لأن الله جل وعلا قال: ولا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا بل أحياء عند ربهم يرزقون فرحين بما آتاهم الله يستبشرون بالذين لم يلحقوا بهم من خلفهم ألا خوف عليهم ولا هم يحزنون يستبشرون بنعمة من الله وفضل وأن الله لا يضيع أجر المؤمنين. فالشهيد حي، لا تحسبن الذين قتلوا في سبيل الله أمواتا، فهم أحياء حياة برزخية، ولا تقولوا لمن يقتل في سبيل الله أموات بل أحياء، ولكن لا تشعرون، لا تشعرون بحياتهم، فهم من جهة الدنيا أموات، تورث أموالهم وتزوج نساؤهم ويدفنون في المقابر، من جهة الدنيا أموات، لكنهم في الآخرة أحياء، لكنهم في الآخرة أحياء. أما غيرهم فيموت ويودع في القبر ويبقى في القبر إلى أن يبعثه الله وتنفخ وتعاد روحه إليه يوم النفخ في الصور، ثم نفخ فيه أخرى فإذا هم قيام ينظرون. فهذه حياة برزخية ليست كحياته في الدنيا، ليست كحياته في الدنيا، ولذلك لا يطلب منه شيء، ولا تبقى أمواله ولا تبقى نساؤه زوجات له بل تزوج من غيره. فأمور الآخرة لا تقاس بأمور الدنيا، وهي حياة تختلف عن الحياة في الدنيا. أن يدخله الجنة أو أن يرجعه إلى مسكنه الذي خرج منه، يعني أن الله يحفظه، أن الله يحفظه رغم ما تعرض له من الأخطار والسلاح وملاقاة العدو، فإنه إذا لم يقدر الله أنه يقتل فإن الله يحفظه ويرده إلى أهله وأولاده سالماً ومعافاً مع ما له من الأجر عند الله، أجر الجهاد، أجر الجهاد والغنيمة، نائلاً ما نال من أجر أو غنيمة. قالوا أو بمعنى الواو، أي نائلاً ما نال من أجر وغنيمة، من أجر وغنيمة، وليس معناها أن من نال غنيمة أنها تكفيه عن الأجر، بل هي ثواب عاجل. وما عند الله له خير من الغنيمة. نعم. ولمسلم مثل المجاهد في سبيل الله، والله أعلم بمن يجاهد في سبيله، كمثل الصائم القائم. وتوكل الله للمجاهد في سبيله إن توفاه أن يدخله الجنة أو يرجعه سالما مع أجر أو غنيمة. هذا كالحديث الذي قبله، أن الله تكفل للمجاهد أنه إن توفاه إما بالقتل أو بالموت في سبيل الله أنه يدخله الجنة، يدخله الجنة، لأنه قصد ذلك، قصد ثواب الله عز وجل. فإنه إن فاتت عليه الحياة الدنيا فإن الله يعوضه بحياة لا تنقضي ولا تفنى، وهي الحياة الآخرة والجنة، لأنه باعد دنياه بآخرته.
باع دنياه بثواب الآخرة، فليقاتل في سبيل الله الذين يشرون الحياة الدنيا بالآخرة، فهو باع الدنيا وثمنها الجنة. قال الله جل وعلا، قال الله سبحانه وتعالى وعدا عليه حقا في التوراة، وقال الله سبحانه وتعالى إن الله اشترى من المؤمنين أنفسهم وأموالهم بأن لهم الجنة. الله هو المشتري، والبايع هو المؤمن، والثمن هو الجنة، والساعي بين البائع والمشتري هو رسول الله صلى الله عليه وسلم، والوثيقة التي كتب فيها العقد التوراة والإنجيل والقرآن. فهذا فضل الجهاد في سبيل الله عز وجل. فهو لما باع نفسه لله عوضه الله حياة لا تفنى ولا تبيد، ولما باع دنياه الفانية عوضه الله بالدار الباقية. لكن الحديث هذا فيه زيادة، وهي قوله والله أعلم بمن يجاهد في سبيله. فعلى الإنسان أن يخلص نيته لله عز وجل، لأن الله يعلم نيته، وإن تظاهر بأنه يريد الجهاد وأنه وهو ليس كذلك في نفسه، فإن الله يعلم ذلك ولا يعطيه هذا الثواب. فالله يعامله بحسب نيته، ففيه إخلاص النية الجهاد في سبيل الله وفي سائر الأعمال. إنما الأعمال بالنيات، وإنما لكل امرئ ما نوى. ومعنى تكفل الله كما سبق أن الله ضمن له ذلك، ضمن له ذلك وانتدب ذلك له. نعم. مثل المجاهد في سبيل الله كمثل الصائم القائم. مثل المجاهد في سبيل الله، أي صفة المجاهد في سبيل الله كصفة الصائم الذي لا يفطر، الذي لا يفطر، والقائم الذي لا يفطر. فالمجاهد يشارك القائمين والصائمين، وهو يأكل ويشرب لأنه مجاهد في سبيل الله، فله أجر من يصوم النهار ويقوم الليل. هذا من فضائل الجهاد في سبيل الله. نعم. وعن أبي هريرة رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: ما من مكلوم يكلم في سبيل الله إلا جاء يوم القيامة وكلمه يدمي، اللون لون الدم، والريح ريح المسك. ما من مكلوم يعني مجروح، والكلم هو الجرح، الكلم هو الجرح، هو إذا قتل في سبيل الله فهو شهيد، وإذا لم يقتل لكنه جرح في سبيل الله فإن جرحه وما يخرج منه من الدم، فإن هذا الدم يكون أثراً محبوباً عند الله سبحانه وتعالى، فيأتي يوم القيامة يثعب دماً كصورته يوم يجرح في الجهاد، يثعب دماً لونه لون الدم، وريحه ريح المسك، ريحه ريح المسك. فهذا يدل على أن المجاهد إن قتل فهو شهيد، وإن جرح فإن جرحه يكون له سمة وعلامة يوم القيامة، يكون له سمة وعلامة يوم القيامة يتميز بها على الناس، ويشم الناس منه رائحة المسك. وهذا فيه دليل على أن الآثار، وإن كانت الآثار التي تنشأ عن العبادة، الآثار التي تنشأ عن العبادة وإن كانت مكروهة للناس فإنها محبوبة عند الله. ولهذا جاء أن خلوف فم الصائم، أي رائحة فم الصائم، أطيب عند الله من ريح المسك. وإن كان الناس يكرهون رائحة فمه لأن معدته خالية يخرج منها أبخرة فيها رائحة لا يحبها الناس، ولكن الله يحبها لأنها ناشئة عن طاعة الله. كذلك الدم الناس يستقذرون الدم، لكنه محبوب عند الله لأنه ناشئ عن طاعته سبحانه وتعالى، ناشئ عن طاعة الله. وكذلك غبار المجاهد في سبيل الله
يأتي يوم القيامة ذريرة لأهل الجنة يتطيبون به، تطيبون بغبار المجاهدين في سبيل الله عز وجل. فالآثار الناشئة عن طاعة الله وإن كانت مكروهة للناس فإنها محبوبة عند الله سبحانه وتعالى. فهذا فيه فضل الجهاد في سبيل الله وفضل ما يصيب الإنسان، فضل ما يصيب الإنسان. الإنسان في الجهاد إما أن يقتل وإما أن يجرح وإما أن يرجع سالما، وكل منهم له ثوابه عند الله سبحانه وتعالى. نعم. وعن أبي أيوب الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير مما طلعت عليه الشمس وغربت. أخرجه مسلم. وهذا كالحديث السابق، غدوة أو راحة في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها. وفي هذا أنه خير مما طلعت عليه الشمس، فهو مثل الذي سبق. والشمس لا شك أنها تطلع على الكون، تطلع على الدنيا كلها، الشمس تطلع على الدنيا كلها، لا يبقى موضع من الأرض ما تأتي عليه الشمس، إما بزمن طويل أو قصير، تفاوت بحسب درجات الفلك، قد يكون طويلاً طلوع الشمس وقد يكون قصيراً، ولكن ما يبقى شيء في على وجه الأرض إلا وتأتيه الشمس. فمعناه أن الغدوة وهي القتال في أول النهار، أو الروحة المرة من الرواح أو المرة من الغدو، خير مما طلعت عليه الشمس، أي خير من الدنيا وما فيها. والشمس تطلع على الدنيا، تطلع على ما في الدنيا من الملاذ والشهوات والأموال والبساتين والأشجار والخيرات التي أودعها الله في الدنيا، لكن هي لا تساوي شيئاً بالنسبة لأجر المجاهد في سبيل الله عز وجل، ولو كان جهاده فترة يسيرة، غدوة أو روحة. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه قال: قال رسول الله صلى الله عليه وسلم: غدوة في سبيل الله أو روحة خير من الدنيا وما فيها. سبق هذا. نعم. وعن أبي قتادة الأنصاري رضي الله تعالى عنه قال: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين، وذكر قصة، فقال رسول الله صلى الله عليه وسلم: من قتل قتيلا له عليه بينة فله سلبه. قالها ثلاثا. قول أبي قتادة رضي الله عنه، أبي قتادة الأنصاري رضي الله عنه: خرجنا مع رسول الله صلى الله عليه وسلم إلى حنين. وحنين واد بين مكة والطائف قريب من الجعرانة، واد معروف، وادي حنين. وخروج النبي صلى الله عليه وسلم إليه بعد فتح مكة، بعد فتح مكة، لأن النبي صلى الله عليه وسلم فتح مكة في رمضان. ولما علمت خوازن وهم قبيلة كبيرة حول مكة في الطائف وحوالي مكة، علموا بانتصار الرسول صلى الله عليه وسلم على قريش، خافوا على أنفسهم أن يصل إليهم، خافوا على أنفسهم أن يصل إليهم، فتجمعوا وجمعوا قوتهم وأرادوا غزو النبي صلى الله عليه وسلم قبل أن يغزوهم. فلما علم رسول الله صلى الله عليه وسلم بذلك بادر بغزوهم، بادر بغزوهم وسار إليهم عليه الصلاة والسلام بجنود كثيرة تزيد على 10,000 ما بما معهم من السلاح والعتاد. وكانت هوازن قد جاءت برجالها ونسائها وأموالها إلى هذا الوادي، فدارت المعركة ودخل المسلمون في الوادي، وكانت الأعراب متحصنة في الجبال، فحصل على المسلمين في أول المعركة، حصل عليهم مضايقة ونال منهم الكفار، نالوا منهم. ثم إنهم
تراجع المسلمون، فناداهم رسول الله صلى الله عليه وسلم فرجعوا إليه والتفوا حوله وحملوا على العدو من جديد، فنصرهم الله عز وجل وغنموا ما مع هوازن من الأموال التي جاءوا بها والأولاد والنساء، صارت غنيمة للمسلمين، فهم ساقوها غنيمة للمسلمين من حيث يظنون أنها تشجعهم على القتال وعلى، فصارت غنيمة للمسلمين، غنم المسلمون أموالا عظيمة ونصر الله رسوله صلى الله عليه وسلم. قال تعالى: لقد نصركم الله في مواطن كثيرة ويوم حنين يوم حنين إذا أعجبتكم كثرتكم فلم تغن عنكم شيئا وضاقت عليكم الأرض بما رحبت ثم وليتم مدبرين. ثم أنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها، أنزل جنودا، فأنزل الله سكينته على رسوله وعلى المؤمنين وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، وأنزل جنودا لم تروها وعذب الذين كفروا، نعم، إلى آخر الآيات. فالله أنزل الملائكة تثبت المؤمنين وتلقي الرعب في قلوب الكافرين، فالملائكة ينزلون مع المسلمين الجهاد في سبيل الله لتثبيت المسلمين وتقويتهم وإرهاب الكافرين. فالله جل وعلا أمد رسوله بجند من جنده، بجند المسلمين وبجند من السماء، فنصره الله على هذه الدولة أو على هذه القبيلة القوية المتحصنة المدربة على الجهاد، نصره الله عليهم في النهاية وغنموا ما معهم، غنموا ما معهم. فقسم النبي صلى الله عليه وسلم المغانم وقال: من قتل قتيلا فله سلبه، من قتل قتيلا فله سلبه. والسلب هو ما مع المقاتل الكافر، ما مع المقاتل الكافر من الثياب والسلاح والدابة، فهذه يأخذها من قتله ولا تدخل في الغنيمة، تشجيعا للمجاهدين في سبيل الله. فيختص القاتل بسلب قتيله بشرط أن يقيم البينة على أنه قتله، فإذا أقام البينة على أنه قتله فله سلب هذا القتيل مع ما له في الغنيمة من نصيب وقسمة، وهذا تشجيع على الجهاد في سبيل الله. والقصة التي أشار إليها هو أنه رأى رجلاً من الكفار تغلب على أحد الصحابة وأراد أن يقتله، فجاءه من خلفه فضربه ضربة قوية، ثم إن هذا الرجل ضم قوية وكاد أن يقتله إلى أن أرخاه الموت، فانطلق منه هذا الصحابي وظفر به وقتله، فالرسول صلى الله عليه وسلم أعطاه سلبه. نعم. وعن سلمة بن الأكوع رضي الله تعالى عنه قال: أتى النبي صلى الله عليه وسلم عين من المشركين وهو في سفر، فجلس عند أصحابه يتحدث ثم انفتل، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: اطلبوه واقتلوه، فقتلته فنفلني سلبه. هذا سلمة بن الأكوع رضي الله عنه كان مع النبي صلى الله عليه وسلم في بعض المغازي، فجاء عين من المشركين، يعني جاسوس من المشركين ليسبر أحوال المسلمين ويرجع بها إلى العدو، وسمي الجاسوس عينا لأنه ينظر بعينه، ينظر قوة المسلمين واستعدادهم ويقدر ذلك، ثم يرجع إلى قومه فيخبرهم، فيكون العدو على معرفة
لحال المسلمين، هذا هو الجاسوس. هذا إن كان حربيا فإنه يقتل، ولذلك أمر النبي صلى الله عليه وسلم بقتله، وإن كان معاهدا فإنه ينتقض عهده. إن كان الجاسوس معاهدا أو مستأمنا أو ذميا فإنه ينتقض عهده بذلك، لأن هذا خيانة، ينتقض عهده بذلك. فهذا في دليل على أن الجاسوس يقتل دفعا لشره ولآثار تجسسه عن المسلمين. فذهب سلمة بن الأكوع رضي الله عنه يطلبه وقتله، فأعطاه النبي صلى الله عليه وسلم سلبه، والسلب عرفنا. نعم. وفي رواية فقال: من قتل الرجل؟ فقالوا: ابن الأكوع. فقال: له سلبه أجمع. أي نعم، الرسول صلى الله عليه وسلم تثبت من الذي قتل، فلما شهدوا أنه ابن الأكوع رضي الله عنه أعطاه سلبه أجمع، يعني جميع سلبه من الثياب والسلاح والدابة أعطاه سلبه. فهذا فيه دليل على أنه إذا أقام القاتل بينة على قتله الكافر أنه يعطى سلبه، وهذا حكم باقي إلى أن تقوم الساعة. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما قال: بعث رسول الله صلى الله عليه وسلم سرية إلى نجد، فخرجت فيها فأصبنا إبلا وغنما، فبلغت سهماننا 12 بعيرا، ونفلنا رسول الله صلى الله عليه وسلم بعيرا بعيرا. نعم، هذا حديث ابن عمر أن الرسول صلى الله عليه وسلم بعث سرية، والسرية هي القطعة من الجيش، السرية هي القطعة من الجيش. تارة تكون سرية مستقلة تخرج من البلد، وتارة تكون سرية منفصلة من الجيش الغازي، فالسرية هي القطعة من الجيش. وكان فيها ابن عمر قبل نجد، نجد هو المكان المرتفع، ومنه نجد العراق ونجد اليمامة ونجد، المكان المرتفع يقال له النجد يعني المرتفع، والمنخفض يقال له التهام والمنخفضات. ونجد المدينة هو العراق، والقصيم وما قبل ذلك، وليس نجد اليمامة، إنما هو العراق وما يليه. وهذه السرية غنمت. أولا، هذا الحديث فيه أن الذي يكون الجيش من السرايا أو الجنود أنه هو إمام المسلمين، ولا تنطلق السرية بدون إذن الإمام. ثانيا، فيه أن الغنيمة تكون للمجاهدين، لمن حضر الوقعة من المجاهدين في سبيل الله، وأن هذه الغنيمة صارت كثيرة، فبلغ سهم الواحد من المجاهدين 12 بعيرا، هذا سهم من الغنيمة، ونفله الرسول زيادة على سهمه، أعطاهم بعيرا بعيرا، والنفل هو الزيادة. فهذا يدل على أن السرية تنفرد بما غنمته إذا كانت منبعثة من البلد، فهي تنفرد بما غنمته ويحصر القسمة فيهم. وأما إن كانت السرية منفصلة من الجيش خارج البلد، فإن السرية تشارك الجيش فيما غنم الجيش، والجيش يشارك السرية فيما غنمت، لأنهم جيش واحد وبعضهم ردء لبعض فيتشاركون. فهذه السرية والله أعلم أن الرسول بعثها من المدينة، فلذلك خصها بالغنيمة وقسمها بينهم. نعم. وعنه رضي الله تعالى عنهما
عن النبي صلى الله عليه وسلم قال: إذا جمع الله الأولين والآخرين يرفع لكل غادر لواء، فيقال: هذه غدرة فلان ابن فلان. هذا فيه تحريم الغدر والخيانة، تحريم الغدر والخيانة عموما، وفي الجهاد خصوصا، فالمسلم لا يغدر. ولهذا كان صلى الله عليه وسلم يوصي جيوشه بألا يغدروا، ألا يغدروا بالعهود، فالمعاهد لا يجوز الغدر به. قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله لا يحب، قال تعالى: فما استقاموا لكم فاستقيموا لهم إن الله يحب المتقين. لا يجوز الغدر بالعهود مع الكافر، وإن كان كافرا فإننا نفي بعهدنا له، فإذا صالحناه على ترك القتال فإنه لا يجوز لنا قتاله ما دام أنه مستقيما على العهد. ولا يجوز قتل أحد من الكفار المعاهدين كما يفعله بعض من يدعون الجهاد الآن، ويقتلون الكفار الذين جاءوا بالأمان، دخلوا بلاد المسلمين بإذن من ولي الأمر أو بإذن من مسلم. حتى أفراد المسلمين لهم أن يعطوا الأمان، أما العهد والصلح هذا لا يجوز إلا من الإمام، أما الأمان فيجوز من أفراد المسلمين. ولذلك أمن النبي صلى الله عليه وسلم من أمنته بنت عمه أبي طالب، أم هاني بنت أبي طالب، في غزوة الفتح أمنت رجلا من المشركين، فأراد علي رضي الله عنه أن يقتله، فذكرت ذلك للنبي صلى الله عليه وسلم، فقال صلى الله عليه وسلم: أمنا من أمنت يا أم هاني. فدل على أن الأمان يجوز من ولي الأمر، ويجوز من أحد المسلمين ومن الشركات الإسلامية، ومن فلا يجوز الغدر به خيانته حتى ينتهي عهده، أو يحصل منه خيانة فهذا لولي الأمر. تطبيق العقوبة على الخائن من الكفار والناقض للعهد ليس لأفراد الناس، وإنما هو لولي الأمر. فهؤلاء الذين يغدرون بالمستأمنين ويقتلونهم ويفجرونهم، هؤلاء شوهوا الإسلام، وفرح الكفار بهذا الفعل. وإن كان الكفار يعرفون الإسلام وأنه دين العدالة ودين الأمان ودين، لكن يفرحون بهذه الغلطات على المسلمين من أجل أن يشوهوا الإسلام، يشوهوا الإسلام، ومن أجل أن يكون لهم عذر في الهجوم على المسلمين، كما تعلمون ما حصل ويحصل. الواجب التنبه لمثل هذه الأمور. دين الإسلام دين انضباط ودين وفاء ودين عدل مع المؤمن والكافر، لا يجوز الظلم لا في حق المؤمن ولا في حق الكافر، ما يجوز الظلم. ولا يجرمنكم شنآن قوم على ألا تعدلوا اعدلوا هو أقرب للتقوى. فالعدل واجب مع المسلم والكافر، والخيانة محرمة مع المسلم ومع الكافر. وفي هذا الحديث بيان العقوبة التي يلقاها الغادر، فإنه وإن استتر في الدنيا وأخفى غدرته في الدنيا فإنها تظهر يوم القيامة علانية، ويعقد له لواء فوق رأسه، في رواية عند مؤخرته أو عند قفاه، يعقد له لواء يرتفع يشوفه أهل الموقف. هذه غدرة فلان ابن فلان، عقوبة له وتشنيعا عليه حتى يفتضح. فهو وإن أخفى غدره في الدنيا فإنه يوم القيامة يفضح، ويجعل فوقه راية، من رآها علم أن هذا خائن والعياذ بالله. فهؤلاء الذين يرتكبون هذه الجرائم مع المستأمنين، هؤلاء يدخلون في هذا الحديث، وأن الله سيفضحهم يوم القيامة، وأنهم يعقد لهم رايات الخيانة يوم القيامة حتى يراهم الناس، نسأل الله العافية. نعم. وعن عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما أن امرأة وجدت في بعض مغازي النبي صلى الله عليه وسلم مقتولة، فأنكر النبي صلى الله عليه وسلم قتل النساء والصبيان. الله جل وعلا أمر بقتل المشركين
قاتلوهم حتى لا تكون فتنة، قتال الكافرين، لكن المراد بهم الذين ينشرون الكفر، المراد بهم الذين ينشرون الكفر ويدعون إليه فإنهم يقتلون. أما إذا كان كفره قاصراً على نفسه ولا يدعو إلى الكفر ولا ينشر الكفر فهذا لا يقتل، كالنساء والصبيان والرهبان وكبار السن، هؤلاء كفرهم قاصر على أنفسهم ولا يدعون إلى الكفر ولا ينشطون الدعوة إلى الكفر، فهؤلاء لا يقتلون لأنهم ليسوا مقاتلة. فقتال الكفار لأحد أمرين، إما لمنع نشرهم الكفر في الأرض، وإما لأنهم يقاتلون المسلمين، إما لأنهم ينشرون الكفر ويدعون إليه أو لأنهم يقاتلون المسلمين. أما الذي كف عن القتال وكف عن الدعوة إلى الكفر واقتصر كفره عليه فهذا لا يقتل. ولهذا لما رأى النبي صلى الله عليه وسلم امرأة مقتولة في بعض الغزوات استنكر هذا وقال: ما هذه المرأة لتقاتل، ما هذه المرأة، ما كانت لتقاتل، لا يجوز قتل النساء في الحروب ولا قتل الصبيان في الحروب، لأن هؤلاء ليس منهم خطر على المسلمين وكفرهم قاصر عليهم. نعم. وعن أنس بن مالك رضي الله تعالى عنه أن عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام شكيا القمل إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم في غزاة لهما، فرخص لهما في قميص الحرير فرأيته عليهما. سبق لنا في كتاب اللباس أنه يحرم على الرجل لبس الحرير، يحرم على الرجل لبس الحرير، وإنما يباح للنساء، إلا أنه يباح عند الضرورة للرجل، يباح في ثلاثة أحوال، يباح في ثلاثة أحوال: الحالة الأولى عند الضرورة كما في حالة هذين الصحابيين الجليلين عبد الرحمن بن عوف والزبير بن العوام، وهما من العشرة المبشرين بالجنة، أصابهما القمل، لأن تعلمون أن المسافر والمجاهد مع طول المدة يحصل عليه شيء من وجود القمل ووجود الأوساخ، ويصيبه حساسية عند ذلك ينتشر فيه القمل. الرسول صلى الله عليه وسلم رخص لهما، وقوله رخص الرخصة لا تكون إلا من أمر محرم، لأن الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، هذه هي الرخصة استباحة المحظور مع قيام سبب الحظر لمعارض راجح، مثل أكل الميتة، يرخص للمضطر أن يأكل من الميتة مع أن الميتة حرام، لكن هو سيموت إذا لم يأكل، فيباح له أن يأكل ما يبقي عليه حياته من الميتة، وهذه رخصة من الله سبحانه وتعالى استثنائية. فقوله رخص هذا دليل على أن الحرير حرام على الرجال إلا إذا دعت إلى ذلك حالة ضرورة كالمرض، لأن في لبس الحرير وقاية من هذا الحكة وهذا القمل، فهو نوع من العلاج. ثانيا، يجوز لبس الحرير في الحرب لأجل إغاظة العدو وإظهار أن المسلمين فيهم قوة وأنهم يلبسون الحرير، فهذا المصلحة فيه أكثر مما فيه من المضرة، فيباح لبسه في الحرب لإغاظة العدو. نعم. والحالة الثالثة ما سبق، أنه يستثنى من الحرير العلم في الثوب بمقدار 4 أصابع فأقل. نعم. وعن عمر بن الخطاب رضي الله عنه قال: كانت أموال بني النضير. يكفي، نقف عندها. أحسن الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يدخل السيف في معنى السوط المذكور في الحديث؟ السيف أطول من السوط. ما يدخل، السيف أطول من السوط.
الصوت هو العصا الصغيرة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الأموات كلهم يحيون حياة برزخية فما هو الفرق بين ما هو بكل الأموات يا أخي، اللي يحيى حياة برزخية هو الشهيد في سبيل الله، هذا هو الذي ورد به الدليل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: كيف نجمع بين حديث أرواح الشهداء في حواصل طير الخضر والقول بأن النعيم يكون في القبر؟ نعم، يكون في القبر ويكون في الجنة، فهم أرواحهم تأتي للقبور وتذهب إلى الجنة ولا تنافي، والروح من عجائب خلق الله سبحانه وتعالى، فهي في الملأ الأعلى منعمة وتتصل بالميت في قبره وتنال من النعيم في القبر. الروح أمرها لا يعلمه إلا الله سبحانه وتعالى، لا تدخل تحت تقديرنا وحسباننا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الشخص يعمل بمرتب في حدود الدولة فهل يعتبر هذا مرابط واقتضاءه مرتب؟ يقول أحسن الله إليكم: إذا كان الشخص يعمل بمقابل مرتب في حدود الدولة فهل يعتبر له أجر المرابط وهل ينافي اقتضاءه المرتب؟ المرابط هو الذي يحمل السلاح ويدفع العدو، أما هذا موظف عادي يوقع معاملات ويشتغل معاملات، هذا موظف، ما هو مرابط، موظف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إلا إذا قصد بعمل هذا إعانة المرابطين، إذا قصد بعمل هذا خدمة المرابطين وإعانتهم فله أجر على قدر عمله، والله أعلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا كان الجهاد لابد له من إذن الوالدين وإذن ولي الأمر وراية، فإذا كان الجهاد جهاد دفع فهل تشترط له الراية؟ نعم، لابد من ولي الأمر في الجهادين، جهاد الدفع وجهاد الطلب، لابد من إذن ولي الأمر. أنتم تعلمون الذين هجم العدو على بلادهم فصاروا طوائف، كل طائفة تقاتل منفردة عن الأخرى، لما انتصروا ماذا حصل؟ تنازعوا بينهم وتقاتلوا، كل واحد يقول أنا الذي حصلت البلاد وأنا الذي أريد الحكم، فتقاتلوا بينهم وفشلوا، تدخل العدو الكافر وسلب البلاد والعياذ بالله بسبب هذا الأمر. فلا بد من أن يكون الجهاد تحت تدبير ولي أمر، سواء كان دفاعا أو طلبا. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل المرابط بين حدود مسلمين ودولة مسلمين في دولة مجاورة لهم أخرى له أجر المرابط؟ لا، المرابط الذي يكون في الحد الفاصل بين المسلمين والكفار، أما الحدود السياسية بين دول الإسلام هذا ليس مرابطا، هذا موظف، يعتبر موظف. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في وقتنا الحاضر إذا أمسك الشرطي أسلحة وأموالا من المخربين والمعتدين فهل تكون سلبه وهل يأخذ من الغنائم؟ هذا إلى ولي الأمر. هذا إلى ولي الأمر. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي شروط المعاهد؟ مع أن القتال البغاة والخوارج ما تغنم أموالهم لأنهم مسلمون، ما تغنم أموالهم ولا يجهز على جريحهم ولا يطلب مدبرهم، وإنما يقاتلون لكف شرهم، فإذا كف شرهم يتركون، فلا يقتل جريحهم ولا تؤخذ أموالهم ولا يطلب هاربهم، لأن القصد كف شرهم فقط، خلاف الكافر فإنه يقتل ويؤخذ ماله غنيمة. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما هي شروط المعاهد؟ هذا له في كتب الفقه، عقد الذمة وعقد العهد والأمان وعقد الصلح، هذا في كتب الفقه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يقتل الجاسوس المسلم؟ هذه جريمة بلا شك، إذا رأى ولي الأمر خطره على المسلمين فله أن يقتله، له أن يقتله، إلا أن يتوب إلى الله ويرجع ويعترف بخطأه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. فقتله من السياسة،
قتله من السياسة الشرعية يرجع فيها إلى ولاة الأمور. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من صام يوما في سبيل الله باعد الله بينه وبين النار 70 خريفا، فهل هو خاص بالجهاد أم أنه عام؟ لا، الظاهر أنه في الجهاد في سبيل الله، لأنه يجمع بين الجهاد والصيام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل نأخذ من الحديث خير من الدنيا وما عليها، والحديث الآخر خير مما طلعت عليه الشمس وغربت، أن الجهاد في سبيل الله أفضل العبادات والطاعات، حتى أنه أفضل من طلب العلم؟ هذه مسألة خلافية في أفضل الأعمال بعد الفرائض. أفضل الأعمال الفرائض بلا شك، لكن بعد الفرائض من التطوعات ما هو أفضل الأعمال؟ قيل الجهاد في سبيل الله، يعني جهاد الطلب، جهاد الطلب لأنه فرض كفاية، وقيل طلب العلم، قيل طلب العلم هو أفضل الأعمال، وقيل صلاة الليل أفضل، والله أعلم أن هذا يختلف باختلاف الناس، اختلاف الناس. فالذي فيه ملكة الجهاد وقوة المجاهد ومعرفة السياسة الحربية، هذا الجهاد أفضل في حقه، والذي عنده استعداد لحفظ النصوص وفهمها وطلب العلم، هذا يكون طلب العلم في حقه أفضل. والذي ليس عنده قوة على الجهاد ولا على طلب العلم، هذا قيام الليل بالنسبة له أفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يغفر للمجاهد كل ذنب حتى الكبائر؟ نعم، إلا الدين، إلا الدين، إلا الدين فإنه لا يغفر إلا إذا سمح به صاحبه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: تقدم معنا ذكر الرباط والمرابط، وبالنسبة لإخواننا رجال الأمن داخل المدن للحماية، هل ينطبق عليهم الحديث أن من مات منهم يجري عليه الأجر، وقول النبي صلى الله عليه وسلم: عينان لا تمسهم النار؟ نعم، هؤلاء يدافعون عن حرمات المسلمين، حماية بلاد المسلمين، فلهم أجر المجاهدين، وإذا قتل أحد منهم فهو شهيد. أما أجر المرابط لا، هذا خاص بالذي على الحدود، لكن هؤلاء يكتب لهم أجر المجاهدين إذا صلحت نياتهم وكان قصدهم حماية المسلمين والدفاع عن المسلمين، فلهم أجر المجاهدين، وإذا قتل منهم قتيل فهو شهيد في سبيل الله عز وجل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: يكفي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا أصيب المجاهد في المعركة ثم نقل للعلاج وبعد يوم أو يومين توفي، فهل يكون شهيدا؟ لا، الشهيد هو من مات في المعركة، أما إذا نقل ومات خارج المعركة فهذا لا يعتبر من الشهداء. نعم، لكن ربما يعتبر أنه مات في سبيل الله، أنه مات في سبيل الله. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد. في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها. ولهذا إذا مات خارج المعركة فإنه يغسل ويكفن ويصلى عليه ويعامل معاملة الجنازة، خلاف الذي يقتل في المعركة فهذا لا يغسل ويكفن في أثوابه ولا يصلى عليه، لأنه شهيد عند الله عز وجل، فيختلف هذا عن هذا في الأحكام. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: ركعتا الفجر خير من الدنيا وما فيها، وفي الحديث الذي تقدم معنا أن الرباط في سبيل الله خير من الدنيا وما فيها، فهل بين الحديثين تعارض؟ لا، ليس بينهما تعارض، فركعتي الفجر فيهما فضل عظيم، والساعة في سبيل الله أيضا فيها فضل عظيم، وفضل الله واسع، يعني ما هو معناه أن الساعة أخذت الأجر كله ولا بقي لراتبة الفجر أجر أو العكس، فضل الله واسع يا أخي. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل لطلبة العلم مثل الأجر الموعود للمجاهدين في سبيل الله، أم هو خاص بمجاهد المعركة؟ لهم فضل طلب العلم، فضل طلب العلم، وليس لهم فضل المجاهدين، ولكن لهم فضل طلب العلم، وفضل طلب العلم عظيم جدا. طالب العلم من سلك طريقا يلتمس
به علما سهل الله له به طريقا إلى الجنة، وإن الملائكة لتضع أجنحتها لطالب العلم رضا بما يصنع، فله أجر طلب العلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أعظم أجرا، الشهادة في سبيل الله أم النصر؟ نعم، الشهادة في سبيل الله لا يعدلها شيء، لا يعدلها شيء. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: أيهما أعظم، الجهاد في سبيل الله أم دحض حجج الزنادقة والملحدين؟ كلاهما فيه فضل، وعند الجهاد أفضل من غيره، وإذا لم يكن هناك جهاد فالجهاد باللسان والقلم يكون فيه فضل عظيم. نعم. يقدم الجهاد في سبيل الله على جهاد اللسان، وإذا لم يكن هناك جهاد بالسيف فيجاهد باللسان والقلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من مات ولم يغزو ولم يحدث نفسه بالغزو مات على شعبة من النفاق، فما المقصود بذلك الحديث؟ هل هو حديث النفس أم الدعاء بنيل الشهادة؟ المراد بذلك العزم على الجهاد لو حصل. يحدث نفسه بالغزو يعني يعزم على أنه إذا حصل جهاد أنه سيجاهد في سبيل الله، فإن الله يكتب له أجر نيته، يكتب له أجر النية الصالحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: إذا شاركت المرأة في قتال المسلمين فهل تقتل؟ نعم، الذي يقاتل يقتل، سواء امرأة أو رجل أو كبير أو شيخ أو راهب، الذي يقاتل المسلمين يقتل. قلنا لكم أن الكافر يقتل لأحد أمرين: إما لأنه ينشر الشرك أو يدعو إليه، وإما لأنه يقاتل المسلمين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: جدة أرضعت ابن ابنتها فهل يكون خالا لإخوانه؟ أرضعت إيش؟ أرضعت ابن ابنتها. أي نعم، يكون ابنا لها، يكون ابنا لها من الرضاع، وهي جدة له من النسب، ويكون أولادها إخوة له، يكون أولادها إخوة له وأخوال له من الرضاع، إخوة له من الرضاع، وأعمام أو أخوال له من النسب. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هناك مساجد في الرياض تنقل هذه الدروس مباشرة، فهل الحضور فيها فيه أجر الحضور المباشر في هذا المسجد؟ فيه أجر إن شاء الله، لكن الحضور في الدرس والسؤال عما أشكل لا شك أنه أفضل، لا شك أنه أفضل وأكثر فائدة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: رجل يصوم يوما ويفطر يوما، كيف يوفق بين ذلك وبين صيام الاثنين والخميس والأيام البيض؟ وهل ورد عن أحد من الصحابة صيام يوم وإفطار يوم؟ لا تنافي بين صوم يوم وإفطار يوم وصوم الاثنين والخميس. إذا صادف يوم الخميس أو يوم الاثنين اليوم الذي يصوم فيه فإنه يجتمع فيه الفضيلتان، فضيلة الاثنين أو الخميس وفضيلة صيام يوم وإفطار يوم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: في قول النبي صلى الله عليه وسلم: من رآني في المنام فسيراني في اليقظة، يقول: كيف نرد على من يحتج من الصوفية بهذا الحديث وأنهم يروونه في الموالد؟ فإنه يراني في اليقظة ما أدري، لكن رؤية النبي صلى الله عليه وسلم في المنام حق، لأن الشيطان لا يتمثل به، لكن هذا في حق من يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم، يعرف صفاته ولا يلتبس عليه مع غيره. أما الذي لا يعرف الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه يأتيه الشيطان ويقول: أنا الرسول، وربما يصدقه لأنه لا يعرف صفة الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: المراد من رآه في صورته الحقيقية التي يعرفها من الرسول صلى الله عليه وسلم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. الرسول صلى الله عليه وسلم لا يأتي في الدنيا ولا يحضر الموالد أو مجالس الصوفية ومجالس الذكر كما يقولون، هذا من الخرافات ومن الباطل، فالرسول لا يرجع إلى الدنيا كغيره من الأموات، لا يرجعون إلى الدنيا. أين عاد وأين ثمود وأين الأنبياء وأين الرسل وأين العلماء؟
لو كان أحد يرجع أرأيتم أحدا ممن قد ماتوا؟ إنما في الرؤيا يمكن هذا أنك تراه في الرؤيا، وأمر الرؤيا غير أمر اليقظة. أما أنه يأتي في اليقظة فهذا قول باطل، ولا أحد يرجع إلى الدنيا، لا الرسل ولا غيرهم. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل يستمر عمل شهيد المعركة بعد موته كالمرابط في سبيل الله؟ لا أعرف شيئا في ذلك، لكن يكفيه أنه حي عند الله عز وجل وأنه يرزق عند الله، يكفيه هذا الفضل. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما معنى ما جاء في وصف تربة الجنة أنها درمكة بيضاء؟ هذا من علم الغيب، ولا نقول فيه إلا بما صح في الأحاديث، لازم أنه ينظر السند وينظر صحة الحديث، فإذا صح فلا شك أنه حق. نعم. صلى الله عليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما ورد عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه إذا رجع من السفر بدأ بالمسجد، فهل الطلاب المغتربين ومن يأخذون حكم المقيمين يبدأون بالمسجد إذا رجعوا إلى أهلهم أم إذا رجعوا إلى بلد الدراسة؟ كلاهما، إذا رجع إلى البلد الذي هو بلده أو البلد الذي سيقيم فيه للدراسة فالسنة أنه يبدأ بالمسجد، السنة أنه يبدأ بالمسجد ويصلي ركعتين. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: نرجو منكم بيان معنى حديث أخرجوا المشركين من جزيرة العرب، فكثير من الناس يستدل بهذا الحديث على قتل المعاهدين والمستأمنين. أول شيء إن الرسول ما قال اقتلوهم، اقتلوا المشركين في جزيرة العرب. ثانيا بل قال أخرجوهم. ثانيا أن المخاطب بهذا هم ولاة الأمور، هم الذين يملكون إخراج المشركين وليس الأفراد، فهذا من صلاحيات ولي الأمر، فهؤلاء مخطئون في فهمهم للحديث. نعم. أول شيء أنهم قتلوهم ولم يخرجوهم، الرسول لم يأمر بقتلهم. الأمر الثاني أن الذي يتولى ذلك هو ولي الأمر. الأمر الثالث أن هؤلاء معاهدون أو مستأمنون، فيجب تأمينهم ولا يجوز قتلهم، وإذا انتهت مدتهم يذهبون إلى بلادهم، يذهبون إلى بلادهم، أو حصل منهم مخالفة فإن ولي الأمر يسفرهم. الأمور مضبوطة بضوابط وليست فوضى. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: ما حكم من يخل بترتيب الصلوات بأن يقدم المغرب على العصر بعد قيامه من النوم؟ هذا لا يجوز ولا تصح صلاته، ترتيب واجب. أولا لماذا ينام ويخرج الصلاة عن وقتها؟ هل غلبه النوم ويريد القيام لكن غلبه النوم؟ هذا معذور. أما إذا كان هذا خطته، هذه سياسته، أنه يقول بنام ومتى ما قمت أصلي، هذا لا يجوز له ولا تصح صلاته. إذا أخرجها عن وقتها لا تصح ولا تقبل عند الله عز وجل، لأنه أخرجها عن وقتها متعمدا فلا تقبل عند الله عز وجل. لكن عليه التوبة إلى الله وترك هذا العمل، محافظة على الصلاة، محافظة على الصلاة. ثانيا لابد من الترتيب بين الفرائض، لازم من الترتيب، ولا تقدم واحدة على الأخرى، وإنما يسقط الترتيب بالنسيان. إذا نسي صلى وهو ما درى أن عليه صلاة قبلها، صلى صلاته وما درى أن عليه صلاة قبلها حتى فرغ، صلاته صحيحة ويصلي التي قبلها، فيعذر بالنسيان، يعذر بالنسيان في هذه المسألة. أما إذا كان متعمداً للتقديم صلاته غير صحيحة. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: هل قرب خروج وقت الصلاة يجيز تقديمها في وقتها على الأخرى التي فات وقتها؟ نعم. يقول أحسن الله إليكم: هل قرب خروج الوقت يجيز تقديم الصلاة بوقتها قبل الأخرى؟ مش الأخرى، يظهر أنها فائتة. نعم. يقول يظهر من سؤالي أنها فائتة. صلي. نعم، إذا ضاق هذا عذر أيضا، هذا عذر ثاني في التقديم إذا خشي خروج وقت الحاضرة، على خلاف في ذلك، على إذا خشي خروج وقت الصلاة الحاضرة فإنه يبدأ بها ليصليها في وقتها. ومن العلماء من يقول لا، الترتيب واجب حتى ولو خشي خروج وقت الحاضرة، وهذا هو الظاهر، من الترتيب لا بد منه. نعم. أحسن الله إليكم سماحة الوالد. يقول السائل: شخص لبس الإحرام في مدينة الرياض
ودخل في النسك، ولما تجاوز الميقات كان نائما، فهل يلزمه شيء؟ إذا كان في لبس الإحرام قبل الميقات ناويا للدخول في النسك فيكون محرم، أحرم قبل الميقات لا بأس، يجوز الإحرام قبل الميقات، وإن كان الإحرام من الميقات أفضل، لكن يجوز عقده قبل أن يصل إلى الميقات. أما إذا كان لبس الإحرام ولم ينوي، تهيئ للإحرام إذا وصل الميقات يبي يلبي وينوي لكنه نام، فهذا تجاوز الميقات، تجاوز الميقات، فعليه إذا نزل من الطائرة أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه، أو تذكر في أثناء طريقه على السيارة أن يرجع إلى الميقات ويحرم منه وليس عليه شيء. أما لو أحرم بعد ما تعدى الميقات يكون عليه فدية لأنه ترك واجباً وهو الإحرام من الميقات. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول السائل: بالنسبة للمأموم في الصلاة الجهرية هل يجب عليه قراءة الفاتحة في جميع الركعات؟ هذا محل خلاف بين العلماء، الجمهور على أنه ليس عليه قراءة الفاتحة، تكفي قراءة الإمام، قوله تعالى: وإذا قرئ القرآن فاستمعوا له وأنصتوا لعلكم ترحمون، فلا يقرأ والإمام يقرأ يحصل تشويش في هذا، هذا هو الصحيح إن شاء الله. نعم. أسأل الله إليكم سماحة الوالد، يقول في تتمة سؤاله: يكفي يكفي.